تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره السنغالي بذكرى الاستقلال. وزير المياه والبيئة يناقش أوضاع مرافق المياه والبيئة في مديرية وادي حضرموت والصحراء. محافظ حضرموت يصف زيارته للمملكة بالناجحة والمثمرة. تنظيم حلقة نقاشية بعنوان القراءة عند الشباب، الواقع والطموح بسيئوفنا. أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره السنغالي ماكي سال هنأ فيها من مناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني لفخامته بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق التقدم والازدهار. ناقش وزير المياه والبيئة الدكتور عز هبة الله علي شريم اليوم أوضاع مرافق ومؤسسات المياه والبيئة في وادي حضرموت وأوجه التدخل اللازم من قبل الوزارة للتغلب على الإشكاليات التي تعترض سير عمل ونشاط تلك المرافق. واستمع الوزير بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ووكيل المحافظة المساعد هشام السعيدي إلى شرح من مديري عموم مكاتب الهيئات العامة للمياه الريف والموارد المائية وحماية البيئة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لمناطق وادي حضرموت والصحراء عن أوضاع مرافقهم ومستوى الخدمات المقدمة من قبلهم كل بحسب اختصاصه ومهامه. كما تعرف الوزير عن الدور الذي تقوم به السلطة المحلية لمساندة تلك الجهات من تنفيذ مهامها بحسب الإمكانيات المتاحة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد، داعيا قيادات تلك المرافق إلى تقديم تصورات باحتياجاتهم بحسب الخطط المعدة من قبلهم وتحديد نوعية التدخلات المطلوبة لتعزيز أوضاع وخدمات تلك المرافق خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد وكيل المحافظة عصام الكثيري حرص السلطة على تعزيز دور كافة المرافق العامة على مستوى مديريات الوادي والصحراء بما فيها المرافق التابعة لوزارة المياه والبيئة نظرا لأهمية المهام الملقاة على عاتق القائمين عليها وارتباطها بحياة الناس اليومية. وصف محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي اختتمها أمس الثلاثاء بالناجحة والمثمرة. وقال المحافظ في تصريح صحفي إن الزيارة كان مرتب لها منذ فترة وكان برنامجها حافل باللقاءات والنتائج المثمرة لخدمة التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين. وأكد المحافظ أنه استهل برنامج لقاءاته بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وخرج اللقاء بتوجيهات مهمة تخدم حضرموت، أبرزها التوجيه بإنشاء محطة كهربائية غازية لساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات وتكليف شركة بترو مسيلة بذلك، والتوجيه باستكمال المشاريع الحيوية المهمة في الطرقات والمياه وغيرها من الخدمات، وتوجيه الحكومة بتحويل مبلغ وقدره 1 مليار ريال لاستكمال تنفيذ مشروع كلية الشرطة وإصدار قرار بتعيين قيادة الكلية وقرار بقيادة جامعة سيئون والبدء في تأسيس مباني إقليم حضرموت. وقال المحافظ التقينا كذلك بنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الذي قدر عاليا الجهود التي بذلت في المحافظة على الصعيدين التنموي والأمني وأكد على مضاعفة الجهود. وتم الالتقاء بدولة الرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجرى التأكيد على متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس فيما يخص المشاريع الجديدة. كما أثمر لقاء المحافظ بمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام عن تحويل حصة حضرموت من مبيعات النفط إلى حساب المحافظة، بالإضافة إلى بحث أمور المغتربين مع وزير شؤون المغتربين المهندس علوي محمد بافقيه،
وقال المحافظ: حرصنا على الالتقاء بالشخصيات الاجتماعية ورجال المال والأعمال الحضارمة والسعوديين، ووضعناهم أمام أوضاع المحافظة، وتم دعوتهم للمساهمة في عملية التنمية والاستثمار في المحافظة. ومع الجانب السعودي، أكد المحافظ البحسني أنه بحث مع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاجة المحافظة للتدخل لتحسين البنية التحتية، وبالأخص في مجالات الصرف الصحي والمياه والتعليم والطرقات والصحة والكهرباء والمزيد من برامج الإغاثة. وتم الاتفاق على تقديم دراسات متكاملة لمجموعة من المشاريع بهدف اعتمادها. وعلى المستوى الأمني والعسكري، أكد المحافظ البحسني أنه تمت لقاءات في هذا المجال استهدفت تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية وتأهيل الكادر العسكري والأمني. نظمت كلية التربية بسيئون بجامعة حضرموت حلقة نقاش بعنوان القراءة عند الشباب الواقع والطموح ضمن فعاليات اليوم المفتوح بالكلية. وتدارست حلقة النقاش التي شارك فيها عدد من أساتذة وطلاب الدراسات العليا بجامعة حضرموت 6 محاور تتضمن عدة مواضيع في القراءة وأهميتها وأساليبها المتنوعة. وفي الافتتاح أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بالأنشطة المتميزة التي تنظمها الكلية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين المستوى العلمي للطلاب. وأوضح الوكيل التميمي بأن القراءة من الأمور الهامة التي يتوجب على كل شخص أن يجعلها من أولوياته. نظم مركز بورتكس الرياضي بمدينة سيئون حفلا خطابيا وتكريميا للعام 2017 ميلادية تحت شعار رياضتنا سلام. وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله الكثيري، أشاد الوكيل التميمي بالخدمات الرياضية المميزة التي يقدمها المركز من خلال تدريب البراعم والناشئين على أصول وفنون وأدبيات الألعاب الرياضية المختلفة، موضحا بأن مركز سبورتكس من المراكز النموذجية المهتمة بالشأن الرياضي، شاكرا المؤسسة الممولة للمركز مؤسسة العون للتنمية على اهتمامها بجميع المجالات بما يحقق التنمية البشرية في المستقبل. بدوره أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز سبورتكس عبد الله باسف بأن المركز يهدف إلى التميز في إعداد الكوادر الرياضية والإسهام في تنمية الموهوبين رياضيا من خلال إعداد خطة استراتيجية للمركز بمشاركة النخب والكوادر والمؤسسات الرياضية ورؤساء الأندية والاتحادات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المشتركين بالمركز للعام 2017 ميلادية حوالي 189 طالبا يمارسون عدد من الألعاب الرياضية والبرامج المتنوعة. ترأس الأستاذ جمال سالم عبدون مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت اجتماعا للجنة الاحتفال بيوم المعلم للعام الدراسي 2017-2018 ميلادية، عقد بالقاعة الكبرى للاجتماعات بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين والكوادر بمكتب التربية بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع أكد عبدون على الحرص الكبير الذي توليه قيادة المكتب بالمحافظة للاحتفال بالمعلم بوصفه حجر الأساس في العملية التربوية والتعليمية من خلال إقامة احتفالية سنوية بهيجة بهذه المناسبة الغالية برعاية وتمويل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سلمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، تؤكد أهمية المناسبة وعظمتها مشددا على تحري الدقة والفحص والالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالمرشحين للتكريم واختيار أصحاب الكفاءة وحسن السلوك، موضحا بأن هذا العام سيتم تكريم 111 تربويا من معلمين ومعلمات ومربيات أطفال، إضافة إلى عدد من الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية وموجهين وعاملين وعاملات من جميع مديريات ساحل حضرموت، مضيفا أن قائمة التكريم ستشمل كذلك معلمين ومعلمات وتربويين من المعهد العالي لإعداد وتدريب المعلمين ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين وثانوية المكلة النموذجية للبنين والمجمعات المسائية التعليمية للبنين والبنات، موضحا بأنه سيعقب ذلك احتفالات تكريمية خاصة على مستوى المديريات
لاستيعاب أكبر عدد من المعلمين المستحقين. وتم خلال الاجتماع استعراض الأسماء المقترحة المرفوعة من إدارات التربية والتعليم بالمديريات كافة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بإقامة الاحتفالية بشكل يليق بالحدث وأهمية المناسبة. افتتح مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم مبارك بن ملهي الصيعري اليوم المعرض العلمي والثقافي والتراثي بمدرسة العبر للتعليم الأساسي والثانوي تحت شعار قدراتنا تفوق توقعاتنا، احتفاء بيوم المعلم واليوم المدرسي. وطاف المدير العام بأقسام المعرض الذي يقام برعاية كريمة وإشراف من مكتب التربية والتعليم بالمديرية، المكون من قاعتين دراسيتين ويحتوي على عدد من الرسوم والأفكار الإبداعية وأعمال الطلاب اليدوية والمهارية واختراعات الطلاب المحلية والمجسمات التي تعبر عن أحلام وطموحات وتطلعات الشباب وتحسين المنظر العام للمديرية والعمل على تطويرها، وكذا عرض المشغولات اليدوية وغيرها، معربا خلال زيارته للمعرض عن سعادته برؤية أعمال الطلاب التي تكونت من واقع محلي ومواد بدائية بسيطة، معلنا دعم السلطة المحلية بالمديرية للطلاب والموهوبين من أجل صقل مهاراتهم. وعلى هامش افتتاح المعرض الذي يشارك فيه طلاب وطالبات المدرسة البالغ عددهم 800 طالب وطالبة بينهم طلاب نازحين، أقامت مدرسة العبر حفل تكريمي وخطابي كرمت فيه المدير العام للمديرية والشخصيات المساهمة والداعمة للمدرسة والمعلمين المثاليين والصفوف المتميزة. ختام أخبارنا إليكم كالعادة تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره السنغالي بذكرى الاستقلال. وزير المياه والبيئة يناقش أوضاع مرافق المياه والبيئة في مديريات وادي حضرموت والصحراء. محافظ حضرموت يصف زيارته للمملكة بالناجحة والمثمرة. تنظيم حلقة نقاشية بعنوان القراءة عند الشباب، الواقع والطموح بسيئون. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وإياكم إلى الختام، حتى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.